انا شايف ان الكره الافريقيه الزمالك محتاجه دعم شويه البركان زي تيجا عندكم في مصر مثلا، ستيجا فريق زي فريق الزمالك. بركان ستونجا انا شايف من انا وجهه نظري بركان برضو ان فريق بركان الزمالك هو ستونجا محتاج دعم ان هو بركان يخش اكتر في بركان الكره ستونجا الافريقيه، لان هو عنده لعيبه جيده، بركان ستونجا ولكن هو عمره ما اتعامل زي بركان فرقه ستونجا الاهلي. انا شايف ان الاهلي داخل افريقيا اكتر، بيدعم اكتر افريقيا، اسمه بيسمع في افريقيا، ولكن انا مش شايف ده في نادي الزمالك. برضو الاهلي مش مجرد ان هو بيخش افريقيا، يعني انا حابب ان الزمالك كمان يخش كونفدرالية، بس يخش برضو افريقيا.